ازاي يجي في بالك ان احمد اهم عندي منك؟ احمد وجوده في حياتنا بسبب ليلى. انا ما اقدرش اشوف ليلى بتحب حد والتاني مش واخد باله منها. لا، قبل ما ليلى تفكر في احمد انت اللي قربته منك. مش لما احمد انقذ حياتي وكان قدامك انا لما لقيت ليلى معجبه بيه وتحبه جوزته لها؟ مصطفى، انا ما اعرفش ليلى هتعيش قد ايه، عشان كده كنت لازم اسعد ايامها، لازم احقق لها اللي هي عاوزاه. سيبك من ده كله، انا عايز اسمع منك حاجه واحده بس ولو بالكذب. عايزني اقول لك ايه؟ عايزك تقولي اللي انت عملته ده مش عشان بتكرهني انا وليلى، لا، عشان تنتقم من احمد. ليه عايزني اقول لك كده؟ عشان تثبت لنفسك انك اب عارف يربي ابنه؟ مصطفى، انت اخر حاجه في حياتي. انا اعترف لاول مره انا كبرت وعجزت وصحتي ما بقتش زي الاول. قبل كده كنت بجري وبسافر وبكون كيان كبير اسمه مجموعه الكومي اللي انت هتورثها، لكن بسبب الوهم اللي انت خلقته جواك والصراع اللي خلقته جواك بيني وبينك وبسبب مرضي وعجزي، احمد سيطر على كل حاجه. انا بقالي كام يوم بفكر في اللي حصل واللي انا عملته، ما لقيتش غير سبب واحد بس هو اللي خلاني عملت كده. ايه هو؟ انا زعلت منك انت وليلى عشان كنت فاكر انك يا ولد. يا ولد، انا بحبك قوي. انا كنت بقصو عليك وبنشفك عشان تبقى جبل، انت هتمسك الشركه من بعدي. بابا انا اسف، ما تزعلش مني، انا عارف اني غلطت، بس يا ريت تسمعني. انا عمري ما زعل منك، افهم من كده ان احنا اتصلحنا. لما كناش في مكان عام كنت قمت خدتك بالحضن. وهل ايام ما تشمل الناس انت كمان حضنك وحشني.